كنت في المحل ديالي واقف، جات واحد لومبيلونس بقات واقفه شويه من اللي زادت، تنشوفوا السيد مسيب تمايا في الطريق، والسيد الصحه ديالو ضعيفه، رجلو ما تيقدرش يوقف عليها. عاد جاو شي وحدين هزوه حطوه على الكرسي، حط خرج لهم كرسي حطوه. ولكن بالنسبه ما يعني لهاد الظروف الصحيه اللي كاين، ما كانش خصهم يجيو يحطوه بهذه الطريقه، كانوا خصهم يحتفظوا به حتى يعرفوا شنو المساله ديال هذا السيد هذا. والسيد زعما يعني تيهضر نورمال عادي، تيقول بانه خرج ما نعرف خصو يمشي عند خوتو، خصو مهم كي يدخل ويخرج في الهضره. نظرا لهاد الظروف ما كانش خصهم يسيبوه بهذه الطريقه هذه.